توفي المناضل الأستاذ عبد السلام حسين العنسي، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء إثر مرض عضال ألم به. الموت يغيب هامة وطنية كبيرة، وأحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام وأمين سر اللجنة الدائمة الأستاذ عبد السلام العنسي الذي يعد من رجال الدولة الأكفاء، ولد في مدينة صنعاء ونشأ في مدينة إب، وفيها درس المرحلة الابتدائية، ثم رحل إلى مدينة القاهرة ودرس فيها المرحلتين الإعدادية والثانوية، والتحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرج منها عام 1964، كما درس وتتلمذ على أيدي عدد من العلماء بينهم والده العلامة محمد عقيل والأستاذ محمد محمود الزبيري. المناضل الوطني عبد السلام العنسي تقلد العديد من المناصب الحكومية منذ ستينيات القرن الماضي، منها وكيلا لوزارة الإعلام ووكيلا لوزارة الأوقاف وفي الإدارة المحلية وعضوا في مجلس الشورى وعضوا لأكثر من 10 سنوات في مجلس الشعب التأسيسي. ترك بصماته الوطنية في سجله الحافل بخدمة الوطن، سواء كان رئيسا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أو سفيرا مفوضا فوق العادة لليمن في السودان، وسفيرا في دولة قطر، ونائبا لرئيس لجنة الإصلاح الإداري والتنمية البشرية والتأمينات في مجلس الشورى. اشتهر الأستاذ عبد السلام العنسي بصلابته الوطنية وشجاعته في عمله السياسي وأدواره الخالدة في إعداد برامج العمل السياسي في حزب المؤتمر الشعبي العام، حيث رأس وفود الحزب في عدد من اللقاءات والمحاورات مع أحزاب عربية أخرى داخل اليمن وخارجه. لم يكن الأستاذ عبد السلام العنسي عضوا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام فحسب، بل من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام، وساهم بفاعلية في إعداد وإقرار الميثاق الوطني وإصدار الأدبيات الفكرية المنظمة لعمل المؤتمر منذ لحظة تأسيسه في عام 1982، كما كان من أبرز الشخصيات السياسية في اليمن وممن سخروا حياتهم في الانتصار لقضايا الوطن والوحدة والحرية، ويمثل رحيله خسارة فادحة على الوطن والمؤتمر الشعبي العام، لكن مواقفه الوطنية وإسهاماته وعطاءاته الخالدة ستظل شاهدا حيا على ما قدمه لليمن من خلال المسؤوليات القيادية التي تحملها وبقلبه النابض بحب الوطن.